استنفار وانتشار أمني تشهده محافظات الجمهورية استعدادا لأعياد الميلاد المجيد بهدف تأمين المحتفلين سواء من المصلين أو المترددين على دور العبادة من المهنئين. وتعتمد خطة وزارة الداخلية في هذا الشأن والتي تشارك فيها كافة قطاعاتها على نشر قوات التدخل والانتشار السريع إلى جانب الأقوال والأطواف الأمنية التي تغوب الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الحالة الأمنية لتوفير أجواء آمنة للمحتفلين. بينما شهدت محيط دور العبادة خدمات أمنية فيما انتشرت التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع المؤدية إلى دور العبادة بتجهيزاتها وعناصرها المدربة المتأهبة للتعامل الفوري والسريع مع ما يستجد أمنيا أو أي خروج عن القانون، هدفها الأساسي تأمين أجواء البهجة والفرحة ببسطها مظلة من الأمان ينعم فيه الجميع بالطمأنينة والأمان. ومع انتشار القوات وتمركزها في النطاقات الحيوية المختلفة، فإن رجال الحماية المدنية والكشف عن المفرقعات يقومون بدورهم بالتمشيط المتواصل بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بمحيط دور العبادة والشوارع المؤدية إليها، إجراء يؤدي إلى توفير مزيد من الأمن والأمان لكافة المحتفلين. ولتسيير الحركة المرورية في ظل تكدسات متوقعة بخاصة في محيط دور العبادة، فقد وضعت خدمات مرورية على الطرق المؤدية إليها مع عمل تحويلات مرورية لتحقيق الانسيابية المطلوبة، إضافة إلى الخدمات الموجودة على الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات مع وجود أقوال تجوب هذه الطرق بصفة دورية، كما تشارك في عمليات التأمين عناصر من الشرطة النسائية تتولى عمليات التفتيش والتمشيط بنهاية الممرات الآمنة الموجودة أمام دور العبادة. كل هذه الإجراءات الأمنية والتأمينية المكثفة وما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات احترازية هدفها بث الطمأنينة في نفوس المواطنين لترتفع ترانيم الميلاد في فضاء من الأمن وتسود البهجة والسرور والفرحة أرجاء الوطن بنسجه القوي وشرطته التي اتخذت على عاتقها حماية أمنه واستقراره.